ولا يعرف طائفة قامت على ولي أمرها إلا كان حالها بعد زواله أسوأ من حالها مع وجوده. إذا فقد الأمن تضيع الحقوق، يضيع الدين، ويحصل القلق، ينتشر الخوف، ويتسلط الظلمة، تحرق الممتلكات، تسفك الدماء، يروع الآمنون، تنتهك الأعراض، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. كيف يتحقق الأمن؟ باجتماع الكلمة وطاعة ولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا تستقيم الولاية والجماعة إلا بطاعة ولاة الأمور. بولاية الأمر تقام الحدود، تؤمن السبل، وتحكم الشريعة، تقوم التجارات، ويردع الظلمة. عباد الله، إن الأمن لا يستقر إلا بالشكر. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما الذين يحرضون على الإخلال بالأمن فهم يكفرون النعمة، ليس من النصيحة لولي الأمر الخروج عليه بالمظاهرات والفوضى والاعتصامات. هذه البهيمية، هذه فكرة شيطانية، هذه تفرق، تسبب النزاع، تسبب القتال، تسبب السلب والنهب، تسبب ضياع الأعراض، تخرب البلاد، ليس من النصيحة أننا نتكلم في المجالس، ليس من النصيحة، أو نتكلم على المنابر بسب ولي الأمر، ليس من النصيحة، وإشاعة الأخطاء، ليس من النصيحة، أو في الأشرطة، ليس من النصيحة، أو في الإنترنت، ليس هذا من نصيحة ولي الأمر. فكيف تكون النصيحة إذن؟ تبلغ إليه شفهيا أو كتابيا، ولا تداع ولا تظهر أمام الناس. من نصيحة ولي الأمر الدعاء له بالصلاح والاستقامة والتوفيق للقيام بما ولاه الله. نعمة الأمن، الله أنعم علينا في هذه البلاد بهذه النعم الثلاث: نعمة التوحيد وترك الشرك ولله الحمد، كذلك نحكم بكتاب الله وبشريعة الله للمحاكم الشرعية، كذلك نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. احذروا غضب الله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وهذه أشد من الزلازل والبراكين، وأشد مما ينزل من السماء. إذا ما جاء المسلمون بعضهم في بعض يقتل بعضهم بعضا ويسقي بعضهم بعضا. ولهذا استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذا. يطالبون أن يكون الحكم للشعب. نحن نقول لا، الحكم لله سبحانه وتعالى وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يصلح الناس ويجمع الناس.